السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصف الثالث الإعدادي 2025 ترم أول، رجعت لكم بفيديو جديد. ما زلنا يا ولاد في يونت 2 الوحدة الثانية اللي بعنوان Let's Go Shopping. ها هيا بنا نتسوق صفحة أي كام يا ولاد في الجيم 77، وموجودين في lessons 3 and 4 الدرس الثالث والرابع. طبعا زي ما معودينكم في فيديو للشرح، وده نزل الفيديو اللي فات، وده الوقت هنعمل ايه الفيديو بتاع الحل الخاص بالدرسين الثالث والرابع. سنه ثالثه اللي لسه مشتركش في القناه وفعل زر الجرس ينزل يشترك حالا، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شارك الفيديو ده مع اصدقائك عشان هم كمان يستفيدوا. معاكم مس اسماء ياسر، والنهارده هنحل مع بعض التدريبات الخاصه بالدرس الثالث والرابع. سيب لك تحت في الوصف قائمه تشغيل الصف الثالث الابتدائي 2025 ترم اول، فيها جميع فيديوهات الوحدات اللي فاتت مشروحه ومحلوله، فيديو للشرح وفيديو للحل. وكمان هسيب لك صفحه تحت برضو في الوصف ازاي تكتب باراجراف، ازاي تكتب ايميل، لينكين مهمين جدا، وصفحه الفيسبوك لو محتاج اي استفسار. نبدا على طول يا ولاد. هنا بيقول لي تشوز، اختاري، اند كومبليت، واكملي. جايب لي كلمات بيقول لي اختاري واكملي. بليز، ها من فضلك، فيل نوت يور نيم اند ادريس اون ذا فورم، في الايه الاستماره. فيل ان يا ولاد يعني يملا، املي اسمك والعنوان بتاعتك في الاستماره. دي نمبر 1 هنكتبها هنا. طيب يو شود تيرن، يجب عليك انك تيرن ايز ا كمبيوتر وين يو فينيش، لما تنهي يعني لما تنتهي. مفروض تيرن اوف، يعني ايه تيرن اوف؟ يعني اقفل الكمبيوتر لما تخلص. طيب وي هاف تو فولو، ها يجب عليك انك تتبع ايه انسايد ذا ميوزيوم، داخل المتحف، انك تتبع انستراكشنز التعليمات. ده الايه الجزء الاول في الاسئله. بعد كده يا ولاد تعالى كده السؤال اللي موجود في صفحة 78، ما زلنا لسه في الدرس الثالث والرابع والوحدة الثانية. برضو هنا يا ولاد بيقولي تشوز، اختاري، اند كومبليت، وكملي برضو من الكلمات اللي قدامك. مو صلاح از popular not many people. مو صلاح اللي هو محمد صلاح هو popular with، يعني مشهور للعديد من الناس يا ولاد. دي بتبقى على بعضها مصطلح كده احنا واخدينه popular was محبوب لدى او مشهور لدى. You not really pretty in this dress. You look، بتبدو ان انت جميلة في هذا ايه يا ولاد، هنقول في هذا الايه الفستان. دي نمبر 2. بعد كده يا ولاد it wasn't، سوري it was an amazing trip، دي رحلة رائعة. it wasn't معناها ان هي ايه غير عادية، اللي هي ايه ordinary، عكس كلمة amazing. تعالوا نكمل ونشوف السؤال اللي بعد كده على طول. في صفحة 83 لسه ما زلنا بنحل التدريبات الخاصة بالدرس الثالث والرابع. بعد ما بتكون ذاكرت الفوكابيولاري كويس جدا جدا يا سنة ثالثة، تقدر تحل السؤال ده بمنتهى السهولة. نبدأ على طول حل. أول سؤال بيقول لك choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C or D. When you not the form please give it to the secretary. بقول لك لما عندما ايه تملأ الفورم اللي هو الفورم ده اللي هو الاستمارة اديها للسكرتير، يبقى fill in يعني يملأ. السؤال اللي بعد كده على طول يا ولاد I like your clothing، بحب ايه الملابس دي او ملابسك. You look really smart، تبدو انك ايه انك ذكي. يبقى هنقول يا ولاد الحل هنا هيقول style، بحب الستايل بتاع ايه ملابسك. هنا there is an old knot desk in front of the window، في الامام الايه الشباك، هنقول كرسي ايه يا ولاد او old ايه، هيبقى old wooden desk يعني ديسك ايه خشبي قديم. could you not in the electric kettle please I want to boil some water، انا عايزه اغلي بعض الماء. يبقى هنا هيقول له هتبقى طبعا بلاك ان يعني وصل السخان بالكهرباء من فضلك عشان هي عايزه تغلي ميه. بعد كده يا ولاد today اليوم اهو today is an exciting day، يوم ايه ممتع او ايه او شيق. because we are going to the park، عشان احنا رايحين لايه للحديقه. the antonym of exciting is، هنقول عكس كلمه exciting boring ممل. Let's color this picture to get the adjective، احنا عايزين الصفة من color
add the suffix هنضيف ال ايه يا ولاد suffix او النهاية fall اللي هي colorful the adjective. It's getting dark. Let's switch on the lights. ها the synonym of switch on is. هتبقى ايه يا ولاد؟ هنقول switch on المعنى بتاعها turn on يعني يشغل. بعد كده the laptop doesn't start ما اشتغلش. Then it needs 3 hours to not the battery. عايزين ايه نشحن الايه البطارية charge. محتاج 3 ساعات عشان يشحن البطارية. Not such as مثل ايه يا ولاد woven baskets اللي هي يا ولاد منسوج السلال او السلة اللي معمولة على 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 يعني على شكل منسوج. دي حاجة كده بتكون ايه حرفة يدوية and other items ها wear on display. طبعا هتكون ايه دي يا ولاد طبعا الحرف يدوية اللي هي crafts. بيقول لي هنا the skin اللي هو الجلد of babies بتاع الأطفال is really بيكون really ايه soft ناعم جدا. You are an amazing art. نقط ها keep drawing beautiful pictures. اللي ناقص يا ولاد في الكلمة هتبقى artist فنان هو فنان رائع. Do you know how to log in the computer؟ هل تعلم ازاي تسجل الدخول على الكمبيوتر؟ Log in is similar meaning to نفس معنى كلمة ايه يا ولاد؟ هنقول sign in اللي هو تسجيل دخول برضو. It's important من المهم to update your نقط every 3 months at least. المفروض يا ولاد تحدث الباسورد بتاعك كل 3 ايه شهور على الاقل عشان ما حدش يقدر يخترقك. To get the noun of congratulate عشان تجيب الاسم من congratulate add the suffix نضيف الايه النهاية ion. We need to نقط احنا محتاجين ايه our house for the birthday party. هنقول هنا احنا المفروض ان احنا decorate يعني نزين ايه المنزل بتاعنا. تعالوا نكمل صفحة 84 اللي هي 84 time to practice. تعالى يلا نحل القطعة اللي قدامك دي. هنا بيقول لك read اقرأ and complete the text النص with words بالكلمات from the following list من الآتي. Egyptian handicrafts اللي هي الحرف اليدوية المصرية are very famous مشهورة around the world حول العالم. Egyptian نقط make different ها beautiful things. هيبقى Egyptian أول كلمة هتبقى إيه يا ولاد؟ هتبقى artists الفنانين دي نمبر 1 هنكتبها هنا. الفنانين المصريين بيعملوا اشياء مختلفه وجميله. هنا بيقول لك توم زي ميك جولري بيعملوا جولري بوكسز اللي هي الصناديق الخاصه بالمجوهرات ديكوريتد اللي هي الزينه بتاعتها ويز نقط وايه يا اولاد وهنقول شيلز اللي هي ايه الصدف. زي اولسو ميك هاي كواليتي ليذر بيعملوا طبعا ليذر عالي الجودة اللي هو يا ولاد الحقائب من الجلد عالي الجودة. بعد كده these products are بينتجوا the نقط quality all over the world. بينتجوا يا ولاد عالي الجودة برضو بينتجوا based يعني افضل جودة حول ايه العالم. ها a lot of people عديد من الناس everywhere في كل مكان are interested مهتمة in buying them بشرائهم. ده بالنسبة لدي. تعالى نكمل. هنا بيقولي choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C or D. أول حاجة to turn off means turn off اللي هو يغلق معناها ان هو ايه يا ولاد معناها ان هو stop يوقف عمل stop working. بعد كده we add the suffix احنا بنضيف suffix to turn the word would ها into an adjective. هتبقى ايه يا ولاد هنقول ان هي en عشان تبقى wooden. زي bought colorful paper احنا بنضع ايه ورق ملون and balloons on the walls على الحيطان زي نقط the walls احنا بنعمل ايه في الحيطة هنقول decorated بنزينها. He switched on the mobile. This means ده بيعني he not on the mobile. إن هو عمل إيه في الموبايل؟ هنقول بيعني إن هو turned شغله
switched on يعني turned on شغل. نقط are objects هي أشياء made by person مصنوعة من الأشخاص in a traditional way بطريقة تقليدية such as baskets زي السلال balls وإيه كمان والسلاطين يا ولاد أو الحاجات الوعاء يعني طبعا دي هتبقى الهاندكرافتس اللي هي الحرف اليدوية. هنا بيقول لك my class did research عمل بحث about our community needs عن اللي بيحتاجه مجتمعنا the results النتائج were really amazing مدهشة to correct the underlined word add the suffix احنا هنضيف suffix ايه يا ولاد هتبقى amazing ing the computer is not working ما بيعملش is it in يبقى is it in اللي هتبقى ايه يا ولاد ها blocked in يعني مش متصل بالكهرباء. The word exciting كلمة exciting has the same meaning as لها نفس المعنى في كلمة ها interesting اللي هو شيق. The suffix نقط forms an adjective of the word tradition هتبقى يا ولاد suffix هتبقى هنا al traditional اللي هي النهاية. You must fill in this form مفروض تملأ هذا الايه الاستمارة this means ده بيعني ها that you must not it ان انت ايه يملأ استمارة يعني يا ولاد نفس المعنى كلمة complete. بقول لك the coach instructed بيأمر اللاعب the players to follow نوع التبع his tactics seriously التكتيكات على محمل الجد we can change احنا عايزين نغير the verb instruct into a noun للاسم by adding the suffix هنضيف النهاية ان هي ايه يا ولاد هنضيف النهاية i o n بعد كده sending letters is a او a not means of communication بتعني الاتصال يبقى هنا يا ولاد هتبقى كلمة traditional تقليدي. تعالوا نجيب الجزء بتاع الاسئلة بتاع الجرامر. بعد ما تكون شفت الفيديو بتاع الجرامر في فيديو الشرح تعرف تحل الجرامر ده بمنتهى السهولة. تعال نحل الجمل وبعدين نقول احنا حليناها كده ليه. تالت الحل ظهر قدامنا باللون الاحمر. اول جملة معانا بيقول لك ايه بيقول لك last year السنة الماضية دي جملة ماضي طالما عندي جملة ماضي فالتصريف التاني من الفعل spend هو spent ده التصريف التاني يا ولاد للفعل لان ده فعل ايه غير منتظم شاذ فبيقول لك last year انا قضيت ايه الاجازة my holiday in هرجدة في الغردقة. تاني حاجة هي عندي painting a beautiful picture last week طالما عندي last week يبقى دي جملة ماضي فpainting عند فلا ed لان ده فعل منتظم بقت painted. بعد كده هو did you نقط طالما عندي did يبقى الفعل هيجي في المصدر بدل met هيبقى meet الفعل في مصدر حالته الاصلية. عادل وبيقول لي ان في الجملة دي ودي جملة ماضي last week يا ولاد نفي الجملة دي في الماضي طالما عندي الفعل في المصدر يبقى ننفي ب didn't win يعني عادل ايه ما كسبش ذا تنس كومبيتيشن المسابقة last week الاسبوع اللي فات. زي طالما عندي زي وعندي verb to be يبقى مع زي بناخد where لان مع الجمع بايه ضمير الجمع بياخد where ودي جملة ايه yesterday ماضي. بعد كده زي build a sand castle هم بنوا قلعة at the beach في الشاطئ and played in the waves ليه خدنا played لان دي جملة ايه اولاد ماضي. طيب زي didn't طالما عندي didn't يبقى الفعل هيجي في المصدر زي didn't enjoying هتبقى enjoy المصدر الفعل هم مش استمتعوا بذير طيب بوقتهم at the cinema yesterday في السينما بالامس. last year جملة ماضي هيبقى verb to be هنا مع الاي هياخد was هتبقى was ها a good summer هم ايه last year I wasn't قلت ما كانش عندي ايه اجازة صيف كويسة. what did you طالما عندي did يبقى decided هتبقى ايه هتبقى decide هنشيل الدي وطبعا دي جملة ماضي. did برضو الفعل في المصدر stop هتبقى stop ده هتبقى stop. my parents اللي هم ابائي ها عندي verb to be طالما عندي جمع يبقى دي هتبقى ايه يا ولاد هتبقى where مع الجمع يبقى ابائي where at the hospital كانوا في المستشفى بالامس because my mom لان مامتي didn't feel well ما كانتش بتشعر ان هي بحاله جيده. وي هنا يا ولاد خدت هاف لا هتبقى في الماضي هاد لان دي جملة ماضي last dinner. my cousins ولاد عمي I went مالهم and أنا went ذهبنا to the mall ها to boat ليه قلنا boat لان دي جملة ماضي a lot of things كانت اشترينا الكثير من الاشياء دي جملة ماضي.
كمان هتبقى في النافية، هتبقى didn't invite عشان فعل في المصدر، his cousin، لان دي جملة ايه ماضي. بعد كده هنسأل بديد في الماضي، بنسأل بديد يا ولاد، هل did your brother، هل اخوك study، ذكر all his lessons كويس. ها my father اللي هو والدي هنقول wanted لان دي جملة ماضي، يعني wanted يريد ان هو يكون a champion، ايه بطل، when he was young لما كان صغير. last year برضو جملة ماضي من الكلمات اللي دل على الماضي، هننفي بايه؟ هننفي بdidn't visit بعدها المصدر الفعل. طيب I got a visa ها and flew طرت ايه يا ولاد to London last Friday، جملة ماضي، فجبنا التصريف التاني للفعل. we finished برضو التصريف التاني للفعل، بس ده فعل منتظم فضفنا له ed لان دي جملة ماضي. Columbus arrived، وصل ل in America في 1499. طالما عندي يا ولاد ان زائد سنه ماضيه تبقى جمله ماضي، ضفنا له ايه دي. تعالوا نكمل نشوف الجزء بتاع الحل على طول لان احنا شرحنا خلاص. هنا بيقول لك برده جايب لي كده ايه، اختار اصح ما بين الاقواس برده على اللانجوج، بس القاعده الثانيه في الدرس احنا شرحنا في شرحنا يا ولاد في الفيديو بتاع الشرح زمن الماضي البسيط وزمن الماضي المستمر. حلينا من شويه على زمن الماضي البسيط، دلوقتي هنحل على زمن الماضي المستمر. تعال نحل التدريبات دي ونقول احنا حليناها كده ليه. قدامنا يا سنه ثالثه، اول حاجه ذا بيبي اللي هو الطفل، نوت سليب بيسفولي، نام ايه بيسفولي يسترداي ايفنينج. انا هنا يا ولاد حددت وقت في زمن الماضي، فده ماضي ايه؟ ماضي مستمر. يبقى هنا هتبقى بيبي ده مفرد، هياخد واز ونضيف له اي ان جي، تبقى واز سليبنج. بعد كده يا ولاد وي نوت ايتينج ايس كريم ات 7 يسترداي، برضو حددت وقت معين في الماضي، وعند تحديد وقت معين في الماضي لما الحدث بيحدث في وقت معين في الماضي ده بيبقى جمله ايه؟ ماضي مستمر. فوي هتاخد وير ونضيف لها اي ان جي، تبقى وير ايتينج. بعد كده بي لو فيرب تو بي، يور مام اند داد، دي جمع يا ولاد، فيرب تو بي هنا هتبقى وير كوكينج دينر يسترداي ايفنينج، جمله ايه؟ ماضي مستمر. ماي سيستر اختي مفرد، هتاخد واز، يبقى واز ليسننج تو ميوزك، هي بتاع الموسيقى. وايل بينما اي واز بلاينج فيديو جيمز، بينما انا استمع لايه؟ بلعب العاب الفيديو. وي طالما وي هتبقى تاخد وير، وي وير وركينج هارد ها اول داي يسترداي، جمله ماضي برده مستمر. they weren't watching TV when I، طالما انا عندي يا ولاد when، يبقى الجمله اللي قبل when ايه هتبقى ماضي مستمر، واللي بعدها بقت ايه؟ ماضي بسيط entered. طيب بعد كده يا ولاد عندي ايه؟ what هتبقى what ايه بعدها بيجي على طول where، وبعد where you بنعكسها. Sammy was driving home هنقط he saw a terrible accident، يبقى ايه يعني سامي هو سايق للمنزل، هنقول ايه اللي حصل؟ هو شاف حادثة فظيعة، فهتبقى الربط ايه؟ when. While I was studying لما كنت ايه بدرس بجد، بينما my mom mommy was making lunch، بتعمل حدث تاني ماضي مستمر وماضي مستمر، مفيش حاجة قطعت على حاجة. I was riding my bike when I saw a big dog، برضو ربطنا ب when، قبلها جه ماضي مستمر وبعدها جه ايه جملة ايه؟ ماضي بسيط. بعد كده يا ولاد what were you doing when I phoned، برضه تبقى جملة ايه؟ ماضي بسيط. while بيجي بعدها was taking، جملة ايه؟ ماضي مستمر. تعالوا نكمل. as I بتاخد was، وبعدين studying لان دي جملة برضه ايه؟ ماضي مستمر. while بعدين مفيش فاعل، يبقى هنقول على طول playing. while playing football I hurt my leg، لما كنت بلعب ايه كرة رجلي اتجرحت. while we طالما عندي هنا while we هتبقى we ايه يا ولاد؟ يا ولاد we هناخد ايه؟ where، مش هناخد was، we بتاخد where. يبقى while we were ها sleeping sleep ها sleeping هتبقى مكان sleep ها دي جملة ايه؟ ماضي مستمر. while امل، امل مفرد هتاخد was، وامل was reading. while my mom بينما امي was cooking بتطبخ، حدث تاني حصل I was cleaning the house بنظف البيت، يبقى ماضي مستمر، ماضي مستمر. زي بتاخد وير، زي ايه بلاي وير بلاينج تنس وين ايه وي جات ذير. وايل احمد طالما عندي احمد يبقى واز دوينج مفرد. از اي طالما عندي اي يبقى واز واتشنج، عشان دي جمله برضو ماضي مستمر. تعالوا نكمل. وصلنا لصفحه 91 في التايم اي تو براكتس، برضو يا ولاد هنحل الجمل اللي قدامكم دي ونقول احنا حليناها كده ليه. تعالوا يلا نحل كده. نبدا ايه الحل؟ ظهر ماي سيستر اختي ما كان جو، بقت وينت التصريف الثاني للفعل عشان دي جمله ماضي يسترداي.
My friends didn't. طالما عندي didn't يا ولاد، أصدقائي didn't swim، ما بيعموش. جبنا الفعل في المصدر لأن did بتخش بتعمل الفعل في المصدر. I saw my friend، أنا رأيت إيه صديقي in the park، في الحديقة. While جه بعدها إيه جملة ماضي مستمر، هيبقى وهي بتاخد was، يبقى was reading. She هتبقى برضو جملة ماضي مستمر عشان بنربط فيها ب when، يبقى she was studying، هي إيه بتدرس for a her exam، الامتحان بتاعها. when her dad came home، لما الإيه باباها جه المنزل. while بينما دي جملة برضو ماضي مستمر، جه بعدها ماضي مستمر. والجملة التانية برضو was doing ماضي مستمر عشان الحادثين بيحصلوا في نفس الإيه الوقت يعني. while بينما we were playing بيلعب، our mother مامتنا was doing بتعمل لنا، او was doing the shopping بتعمل ايه تسوق. she played. ليه؟ لان جملة ماضي يا ولاد. while ما هتبقى was watching، جملة ماضي مستمر. while I was reading a book، بينما انا بقرأ الايه الكتاب. I heard، انا سمعت، جملة ماضي ايه بسيط، a loud noise. he used to read، هو بيستخدم ايه القراءة a book in bed، في السرير. before he went to sleep، بقت went طيب. بعد كده هتبقى برضو جملة ماضي مستمر، بقت was playing لأن my sister مفرد. she هتبقى she ايه she studied لأن دي جملة ماضي بسيط فيها last night. what هتبقى what did، بيجي بعدها did، وبعدين you do يعني ماذا فعلت yesterday بالأمس. it بيجي معها was، وبعدين الفعل مضاف له ing لأن دي جملة ماضي مستمر. she هتبقى was cooking dinner when I arrived، جملة ماضي مستمر. while my father، بينما والدي was walking بيمشي to work للعمل. it got dark، بيبقى الجو ايه ضلم. she was singing in the shower when the phone rang، لما التليفون ران. while we were playing، كل الحاجات اللي احنا بنحلها دلوقتي مشروحة في فيديو الشرح عشان لو حد حاسس انه مش فاهم يرجع لفيديو الشرح، موجود تحت في اسفل الفيديو قائمة تشغيل الصف الثالث الاعدادي. while we wearing، طبعا we were playing لان we يبقى we بتاخد wear، ودي طبعا جملة ماضي مستمر. I was studying، I خدت was studying my lesson when my father returned home. while sleeping، طبعا ما فيش فعل فهنضيف على طول ing. we هتبقى so لان دي جملة last weekend، جملة ماضي بسيط. تعالوا نكمل، نجيب على طول اللي ايه اللي بعده. وصلنا صفحة 93، لسه بنحل في التدريبات اللي موجودة على lessons 3 and 4، الدرس الثالث والرابع. هنا جايب لي تيست كده وبيقول لي بقى ايه ابدأ حلي. read and complete، كملي ايه من النص اللي قدامك. the handcraft اللي هو البيزنس، العمل بتاع يا ولاد الحرف، ماله is famous، مشهور all over Egypt، في كل مصر. This helps a lot of people، بيساعد الكثير من الناس to not money، ان هم earn يكسبوا ايه يا ولاد money، دي number one. طيب بعد كده tourists السياح like to buy Egyptian، بيحبوا Egyptian ايه، بيحبوا Egyptian products، المنتجات المصرية، دي number two. هنكتبها when they visit Egypt، لما بيزوروا مصر. they admire، بيعجبوا او بيعشقوا. the نقط the quality يعني الجودة بتاعت ايه of such things، كل شيء. they think بيعتقدوا. they are نقط than any souvenirs، ان هي هدايا in other countries، للبلاد الاخرى. يبقى بيعتبروها ايه يا ولاد، هنقول بيعتبروها ان هي better. طيب better than، طيب اللي هي صيغة مقارنة. هنقرأ القطعة اللي أمامكم دي ونحل عليها التدريبات الخاصة بيها. read the following، اقرأ الآتي، then answer the question. Egyptian handicrafts اللي هي الحرف المصرية are beautiful things، هي أشياء جميلة. that people make، الناس بتعملها with their hands بإيدهم. they have been making handicrafts in Egypt for thousands، بيعملوا الحرف اليدوية دي منذ آلاف of years، السنوات. one famous handicraft ماله is called pottery، ها الفخار طبعا من الحاجات اللي بتتعمل بيدوي. it is made by shaping clay، بيتعمل من الصلصال. into different shapes، بنعمله اشكال مختلفه like cups، يعني كوبايات. plates اطباق. and bowls، وايه يا اولاد ووعاء. the egyptians paint، بيلونوا ها these pieces، هذه القطع with bright colors، بالوان لامعه. they use them، بيستخدموها for eating، بيستخدموا الفخار ده للاكل. and drinking والشرب. or as decorations، او ايه كالتزيين. it is their homes، في منازلهم. another special one is making beautiful carpets، بيعملوا كمان السجاجيد handmade. ها
they have many designs, في كثير من التصميمات. These carpets, هذه السجاجيد, are soft, ناعمة, to walk in, عشان تمشي عليها. The Egyptians also make pretty jewelry, بيعملوا كمان مجوهرات جميلة. They use different materials, بماتيريال ايه مختلفة, like gold, مثل الذهب, stones, الأحجار. They make necklaces, وبيعملوا كمان يا ولاد قلادات, and earrings, وايه يا ولاد, وحلقان. These Egyptian handicrafts, هذه الحرف المصرية, are loved all over the world, محبوبة من العالم كله. They tell us يعني about, بتخبرنا عن the ancient Egyptians, المصريين القديمة, and their amazing culture, والثقافة المدهشة. So next time you see a beautiful a piece of pottery, هتشوف ايه, قطعة من الفخار, a colorful carpet, او سجادة ملونة, or a piece of jewelry, او ايه, قطعة مجوهرات. Remember that it is a special object made by clever hands in Egypt, مصنوع بذكاء فين, في مصر. The main idea of the passage is, الفكرة الرئيسية من النص هي اللي بتتكلم عن الايه يا ولاد, بتتكلم عن الهاندكرافتس اللي هي ايه, الحاجات اليدوية. The underline, الكلمة تحتها خط اللي هي pretty, بينز بتعني ان هي ايه يا ولاد, بتعني ان هي beautiful, جميل. Jewelry اللي هي المجوهرات, can be made by using, بنستخدمها ايه يا ولاد, او بتتعمل من عن طريق الايه يا ولاد, هنقول اما جولد المجوهرات, او ستونز الاحجار, يبقى A and C. هنا بيقول لي تدل how many handcrafts are in the text, كم ايه حرفة يدوية موجودة في النص. 3 يا ولاد, 3 حرف. هنا بيقول لي summarize, لخصي the last paragraph, البراجراف الاخير, in one sentence, في جملة واحدة. البراجراف الأخير بيبدأ من أول this Egyptian, فممكن نقول أهي أول جملة فيه دي يا ولاد, ممكن تبقى إجابة السؤال رقم 5. إجابة السؤال رقم 5. بعد كده عندي إيه؟ بعد كده يا ولاد بيقول لي برضو, وممكن أكتب مثلا Egyptian handicrafts, اللي هي الحرف اليدوية بتاعت المصريين, are a special art, فن مميز, دي أو دي. بعد كده عندي بيقول لي هنا ايه, بيقول لي do you think, انا بتعتقد ان Egyptian handicrafts, ان الحرف المصرية will end over the years, هتنتهي مع العمر او مع السنين. why, لماذا, why not, ولماذا لا. هنقول طبعا هي مش هتنتهي يا ولاد, no, تعالى نكتب because it's our culture, اللي هي ثقافتنا يا ولاد. هنا بقى بيقول لي ايه, اختاري الاجابة الصحيحة. فبيقول لي ايه, while I was doing my homework, بينما انا بعمل الواجب بتاعي, the computer sudden, الكمبيوتر فجأة turned off, اغلق. to correct the underlined word, الكلمة تحتها خط يا ولد اللي هي sudden دي, عشان اصححها واخليها فجأة, تبقى يضيف لها اللاحقة اللي واي او النهاية. صفحة 94, هنا بيقول لي to not is to put electricity, معناها انك تحط الكهرباء into something, في شيء, such as a phone, مثل التليفون. يبقى دي ايه يا ولاد, هنقول دي charge اللي هو الشاحن. هنا بيقول لك I bought, أنا اشتريت new نقط for the flashlights, أنا اشتريت إيه يا ولاد, هنقول اشتريت batteries, بطاريات. A نقط is a word, هي كلمة, that you type to log, معناها log into, إنك تدخل على الكمبيوتر. يبقى دي إيه يا ولاد, هنقول password, كلمة السر. حاتم has a strange way to study, عن طريقة غريبة في المذاكرة. I don't like his, انا ما بحبش هيز ايه يا ولاد, هيز ستايل, اسلوبه. The film was amazing, الفيلم رائع. I like, انا حبيته. The antonym of amazing, معنى كلمة amazing عكسها كلمة ordinary, عادي. هنا بيقول لك when I opened the door, لما انا عندما فتحت الايه الباب, it, عايز اقول it ايه يا ولاد, هتبقى it was raining. He not allowed noise, هو سمع ايه صوت دوشة, يبقى he heard. بنكمل الجملة, while he was talking, ايه عندي while, قبلها جملة ماضي بسيط وبعدها ماضي مستمر. While Rana was riding her bike, she not off, هنقول هنا fell, هنرو ماضي بسيط. She not reads the new paper last night, جملة ماضي بسيط, هتبقى read يا ولاد اللي هي ايه التصريف التاني. What were you doing when I not phone you, هتبقى ايه يا ولاد, هتبقى phoned. هنا بيقول لي اتكلمي عن a review of problem with your laptop, مشكلة حصلت في اللابتوب بتاعك, دي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو بتاع الشرح. بكده احنا خلصنا يا سنة تالتة الحل على الفيديو
الدرسين التالت والرابع في الوحده الثانيه. لسه ما اشتركش في القناه وفعل زر الجرس، ينزل يشترك حالا وفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. اتمنى لكم التوفيق جميعا يا اولاد. هسيب لك تحت في الوصف قائمه تشغيل الصف الثالث الاعدادي 2025 ترم او فيها جميع الدروس مشروحه ومحلوله بالترتيب في اليونت 1 ويونت 2. هسيب لك صفحه الفيسبوك لو محتاج استفسار، وهسيب لك ازاي تكتب باراجراف وازاي تكتب ايميل. اشكركم جميعا، كانت معاكم مس اسماء ياسر.